الدخله ديال رمضان، كاين اللي قبال على البيض مزيان، ومن مور ديك اليومين ديال رمضان شويه القضيه شويه ناقصه. ناقصه فيها كيتمشاش البيض مزيان. على بركة الله. كي دايره الحركة؟ عيانة ناقصة. هانتي نشوف خير موجود. علاش؟ علاش؟ وا ناقصة القضية، القضية عيانة. وشنو هو التمر اللي تياخذوا دابا؟ التمر تياخذوا التمر ديال العراق 300 درهم ديال مصر. واش كاين إقبال على السردين ولا على الحوت من الطرف؟ كاين إقبال ولكن غالي، تتقول لبنادم واحد الثمن تيزيد بحالو 260 تيهرب، باغي 10 دراهم. شمتي وحنا جايبينو ب 4000. شمتي؟ انت ها الحوت ها هو الوقت واقفه ما كاين حتى حاجه والو. من نهار بدا رمضان وهاد من نهار اللي بدا رمضان ها هي الوقت واقفه، كلشي ها هو واقف بنادم، وحنا في المارشي كاع كنشريو الغلا ونجيو هنا نسرحوا عينينا والو. وانا سهران من البارح، من البارح مشيت للدار بيض الهراويين، انا مازال واقف سهران ما مصورش 4 دريال. شو حالتي كي دايره؟ حنا موالين الخبز الدار تيصوروا الفلوس، عندهم الميزانيه تياخذوا الطحين العادي باقل ثمن تيبيعوا السلعه بجوج درهم، حنا شحال تصوروا بهاد تنبيعوا ب 17 ريال ما مخرجاناش، تنبيعوا بدرهم وزيد الميكا وزيد بزاف ديال المشاكل. المواطن غالي عليه اللحم، 75 درهم اللحم غالي على المواطن بزاف، تنتاسفوا لهذا الشيء. هذا هو اللي كان اللحم راه خصو في بلادنا ما يفوتش 60 درهم على حد لا، راه من تقريبا حتى عام هذا تقريبا واللحم غالي. السبب؟ والسبب بحال البهيم قلالو شويه، هذا هو اللي كاين. لا الغنمي ولا المعزي ولا البقري، هنا راه عندنا 75 درهم، انا كنت في الرباط راه داير لي 90 درهم. شفتو انا في مارشي دنوار داير لي 90 درهم. وهذا الشيء اللي كاين هو هذا، وتا الغلا ديال فاش تيكون السلعه غاليه تا الحركه تتقلال. الناس مساكن راه يلاه يديو الدجاج ولا يديو لادان باش يعمروا الكاميله للدراري، هذا هو اللي كان الصادق. كيف هي حاله السوق هنايا في تيفلت؟ كاين شي مراقبه؟ واش مزود السوق بجميع المواد؟ وثاني لاحظنا على ان التجار تيشتكيو بانه ما كاينش اقبال. اولا شكرا للموقع 360 على الزياره اللي كتقوم بها مدينه تيفلت وكتصادف حلول شهر رمضان. طبعا جوابا على السؤال ديالكم، مدينه تيفلت كما هو معروف هي مدينه يعني يتطغى عليها الطابع الفلاحي، هي محاطه بمجموعه من الجماعات الترابيه القرويه تعتمد في نشاطها اساسا على الفلاحه، وبالتالي فهي التزويد ديالها بالخضر وبالفواكه يعني بكل ما يتعلق بالسوق فهو مضمون، بالاضافه كذلك الناس اللي كتبيع بالجمله اللي كتجيب كذلك من المارشيات من الاسواق من الرباط ومن الدار البيضاء. فمن ناحيه ديال الخضر والفواكه ما كاينش مشكل، يعني ربما غديروا جوله في السوق او درتوها وغتشوفوا يعني المواد موجوده بوفره. المشكل اللي تيكون اللي مطروح بالنسبه لمدينه تيفلت هو القدره الشرائيه للمواطن ديال تيفلت، لان منطقه كما قلت تيقع على الطابع الفلاحي، ما كاينش مناطق صناعيه، ما كاينش مرافق اللي يمكن لها تستوعب العاملين اساسا، لان هي منطقه فيها الموظفين وفقط، وبالتالي ما كاينش مصانع وما كاينش معامل اللي يمكن لها البطاله وتعطينا واحد القدره الشرائيه اللي تخلي المواطن انه يدخل السوق يلقى يعني في جيبه باش ياخذ المواد. تنظن بانه على مستوى المصالح المختصه فهي تحرص بطبيعه على انه السوق يكون مزود بكل المواد. كاين طبعا لا سواء داخل المجلس البلدي او السلطات المحليه تقوم بالمراقبه باش هذه المواد تكون في جوده يعني عاليه، ما يكونش فيها مواد اللي هي فاسده الى غير ذلك. فكاين الناس حفظ الصحه اللي كيديروا الجولات ديالهم واللي كيراقبوا السوق. طبعا بالنسبه واش تشوفوا معقول الكيلو ديال اللحم ب 90 درهم هو اغلى من مدينه الرباط، واحد المدينه اللي هي القدره الشرائيه ديالها ضعيفه؟ انا كاينش تدخل ديال المجلس البلدي، ما المجلس البلدي ما يمكنش يدخل في هذا الجانب، لان ماشي من الاختصاص ديال المجلس البلدي يدخل في تحديد الاثمنه. نعرفوا ان السلطات المحليه على مستوى العماله الى غير ذلك ممكن يدخلوا في هذه الامور ديال تحديد الاثمنه. والمشكل كما قلنا المتيفت ولو انها منطقه فلاحيه تعتمد على الفلاحه، ولكن بالنسبه لتربيه المواشي كاين نقص، فالفلاحه يعني كيضطروا انهم يشتروا رؤوس الاغنام ورؤوس الابقار من اسواق مجاوره على اساس انهم يعودوا فيها للبيع محليا، وبالتالي فالثمن تيطلع ربما لهذا السبب. ولكن اؤكد بانه من ضروري انه على السلطات المحليه تراعي القدره الشرائيه للمواطن. المواطن يبدو انه وهذا واضح ان القدره الشرائيه ديالو محدوده،
فخاص كذلك من ناحيه ديال اللحوم انتم لاحظتوا الزراوي ما كاينش اقبال، فخاص السلطات تتدخل على هذا المستوى هذا ويكون تمام مناسب خصوصا في هذا الشهر المبارك. دابا في السوق كيجيوك الاثمنه واش مناسبه ولا هو القدره الشرائيه شويه ضعيفه ما تتخليش؟ يعني القدره الشرائيه يعني كتبان لي انا في المتناول الجميع، يعني ما كاين شي اشكال. يعني هذا العام هذا مزيان الحمد لله. الاثمنه في المستوى؟ الاثمنه مناسبه، يعني ما كاين شي الشيء اللي كاين. وهاد كاين شي واحد تيتشكاو تيقول لك فعلا بحال اللحم مثلا 90 درهم؟ لا لا اللحم تيدير 70 درهم، ما كاينش 70 درهم تيدير كي الاوقات العاديه كي رمضان، يعني ما لاحظتش.